أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم
الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له وهو أسرع الحاسبين قل من تدعونه تضرعا وخفيا لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله يجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصلي
كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون صدق الله العظيم.